أيه. مهيب القروي رئيس منظمة النقض، اليوم نظموا ندوة للحوار حول سلاح المنظومة الأمنية وقاع وتحديات. اليوم حابين نحكيه على سلاح المنظومة الأمنية ونستدعوا كيف الأطراف المتداخلة في الموضوع هذا. حابين نطرحوا التحديات اللي تواجه المنظومة الأمنية خاصة بعد عامين من الثورة. حبينا نعرف شنو تبدل، شنو اللي ما تبدلش، شنو الحاجات الباهية اللي مشيت، شنو الحاجات اللي ما مشيتش. حبينا نسمع رأي المجتمع المدني، مجتمع نسمع رأي الإعلام في الموضوع هذا. حبينا نعرف زادة شنو رأي المختصين والخبراء في موضوع أسلحة المنظمة الأمنية، خاصة إنه منظمة النقض كمنظمة شبابية نشوفوا اللي الشباب أول طرف معني بأسلحة المنظمة الأمنية، خاصة إنه أغلب المتضررين وأغلب شهداء الثورة وأغلب جرحى الثورة وأغلب حتى المتضررين في التدخل الأمني هم الشباب. يعني نتصور أن الشباب على الأقل من واجبه أنه يشارك أو يقدم في خطوة القدام في موضوع أسلحة المنظومة الأمنية. حبينا نعطي رأينا، حبينا نوصل صوتنا ونقوله اللي موضوع أسلحة المنظومة الأمنية ما تقدمش برشا. حبينا نقوله اللي تجاوزت ما زالت هي بيدها، العقلية ما زالت هي بيدها، فما حاجة إيجابية صحيح لكن السلبي أكثر من إيجابي. وزارة الداخلية طلبتوا حضور وزارة الداخلية؟ طلبنا حضور وزارة الداخلية واتصلنا بهم على مدى أسبوع كامل، كل يوم نكلموهم. أكدوا من الأول في مقابلة شخصية مقابلة مباشرة أكدوا حضورهم، لكن في آخر لحظة قبل 24 ساعة اعتذروا من غير ما يقدموا حتى مبررات. قالوا ما عندنا حتى حد باش نبعثوه، ما نصورش ان الدرجه هذه وزاره الداخليه ما عندهاش ممثل باش يحضر معنا اليوم، خلينا لهم بلاصتهم فارغه. حبينا نوصلوا مساج سمبوليك للناس الكل اللي وزاره الداخليه اليوم حاضره معنا بالغياب، كما هي حاضره بالغياب في جميع يعني المبادرات اللي ينظمها المجتمع المدني. ومدام سيامن سدرين اليوم اكدت الشيء هذا وقالت انه السي علي العرايض رفض في قداش من مره انه يقابلها. نفس الشيء اليوم وزاره الداخليه تغيب على اللقاء هذا اللي حبينا يكون نقد بناء، لكن هم ما نعرفش انا السبب، يمكن هم يحتفظوا بيه ما نعرفش ما نحتفظ.